اكيد بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد ان احنا يعني نقول مبروك مبروك للنادي الاهلي كله كنادي اهلي، كجمهور كاداره كلاعبين كمشاهدين كمحبين كقناه كمسؤولين، كل ده ليه؟ لان انت حققت جزء في الشوط الاول من المباراه زي ما اتفقنا، يمكن الكابتن شريف قال في بدايه التحليل وانت اكدت عليها كابتن اسلام ان ده الشوط الاول من المباراه، في شوط تاني 90 دقيقه بس الشوط مش 45 دقيقه، الشوط الاول انتهينا 2-0 2-0 من استحواذ، احنا فريق النادي الاهلي كان مستحوذ 63% استحواذ النادي الاهلي مقابل 37% استحواذ فريق سان داونز، فطبعا النسبه كبيره. طب الاستحواذ ده هل استحواذ بس كده سلبي ان احنا في وسط الملعب؟ لا، ادانا ان احنا 24 هجمه منظمه على مرمى فريق سان داونز مقابل هم لهم اربع هجمات نور خطوره، لكن احنا 24 ال 24 جبنا منهم هدفين، واحد من ضربه جزاء صحيحه، كان في ضربات جزاء قبل كده اثنين او واحده او كده مش مهم، لكن سجلنا ولعبنا وقادرين، وكان في لو شيء من التوفيق لبعض اللاعبين لوليد سليمان او لقفشه او لمروان او واحمد فتحي اللي هي بشماله كل الفرص دي، ما دي من ضمن 24. اذا عندنا استحواذ كبير اللي هو 63% كالعادة، احنا عندنا فرقتنا ترجمناها ل 24 هجمة. اذا ما انت ممكن تستحوذ يا كابتن اسلام تبقى في وسط الملعب وما تروحش ناحية الجول، لا ده احنا رحنا وضغطنا وسجلنا وضيعنا. اذا دي سمات فرق البطولات، فريق البطولة هو اللي بينظم، وفريق البطولة اللي بيلعب الجاب الكبير في ايه؟ ان مش اول دقيقه ولا ثاني دقيقه، انا ليا 90 دقيقه بلعب فيهم، الجول بالشوط الثاني زي جول الشوط الاولاني، بس بيبين لك على العزيمه والتصميم والروح بتاع الفريق اللي استمدها من الجمهور. في لعيبه يا كابتن اسلام في هذا الفريق، فريق النادي الاهلي لاول مره تشوف ال 30 و35 الف يلعبوا يشجعوه، اول مره هم بيلعبوا، طبعا الجمهور النادي الاهلي لو اتفتحت له الاستاد مش هي يعني ال 120 الف مش هيقضيه، يعني عايز 120,000 فوق ال 120,000، يعني نعمل كل شوط 120,000 يتفرجوا يخرجوا ندخل 120,000 تاني. اذا اللعيبه دول برضو احنا نعذرهم في بعض الاوقات، لان هم في بعض الاوقات كان في اخطاء، كان في اخطاء مثلا في خاصه التمرين، بيلعبوا في الدوري كان في اخطاء، مفيش جمهور خالص فلا ما ننساش ودنهم مش واخدين على قمه الاداء والجمهور ده، فاللعيبه دي اول مره يلعبوا الجمهور ده ويحس ان الجمهور ده بيشجعه هو مش ضده، يعني اللي جايين وانضموا للنادي الاهلي، فدي عوامل كتير بتغير في شكل اللعيبه، مش عاوزين نقصوا على واحد اخطا في تمريره او اخطا في تسديده، لكن لازم نحس ان الجمهور كان نجم المباراه النهارده النجم الاول، بالاضافه للعيبه هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله.